طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بعد الحدث. برهنت جملة من الأفعال التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية في صنعاء خلال الأسبوع المنقضي، برهنت على حالة الارتباك التي تعانيها العناصر المدعومة من طهران على إثر المظاهرات التي اندلعت قبل شهر تقريبا في العراق ولبنان وطالت إيران ذاتها. ونفذت ميليشيات الحوثي الإنقلابية الأحد الماضي عروضا عسكرية في شوارع العاصمة صنعاء، وذلك بالتزامن مع ذكرى انتفاضة ديسمبر التي قتل فيها الرئيس السابق علي عبد الله صالح منذ عامين. وهدفت ميليشيات الحوثي من ورائها إلى ترهيب السكان في محاولة لمنع أي انتفاضة شعبية ضدها، بالتزامن مع ذكرى هذه الانتفاضة، فيما اعترفت أيضا ميليشيات الحوثي الإنقلابية وبشكل رسمي بخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية ضدها في صنعاء خلال الأيام المقبلة. وأصدرت وزارة الداخلية التابعة للميليشيات في صنعاء بيانا زعمت فيه أن أجهزة الاستخبارات الخارجية كلفت ضباطها للقيام بأعمال تخريبية وتأجيج الشارع ضدها مستغلة الأوضاع الاقتصادية. هل المعطيات الحالية مشاهدين مهيئة لثورة وانتفاضية شعبية في صنعاء؟ وما هي أبرز العوائق أمام انتفاضة الشعب في مناطق سيطرة الحوثيين؟ صنعاء وثورة جديدة ضد الكهنوت الحوثي هي موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من بعد الحدث. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن صنعاء تغلي من الداخل، هناك يعني حراك شعبي وحراك مجتمعي، رغبة جادة في انتفاضة ضد هذا الكهنوت، هذه الميليشيات الإنقلابية التي أمعنت في القتل والتدمير في اليمن كله وبالذات في مناطق سيطرتها في صنعاء وغيرها من المدن. للاستفاضة أكثر مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع سينضم إلي سكرتير الرئيس السابق علي عبد الله صالح الأستاذ والدكتور أحمد الصوفي. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. نتحدث اليوم عن يعني ما مستقبل أن تكون هناك انتفاضة شعبية وثورة شعبية في محافظة صنعاء بعد مرور عامين على انتفاضة الثاني من ديسمبر التي أدت إلى مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. هناك توجس وهناك خيفة من انتفاضة في صنعاء. أولا شكرا لقناة عالم وشكرا لك لاستضافتي. أنا قبل يومين عملت احتفالية إصدار كتابي حول الساعات الأخيرة في حياة زعيم علي عبد الله صالح، وأيضا شرحت خلال صفحات هذا الكتاب كيف تعامل العالم عموما والأطراف السياسية المتضررة من وجود الحوثي كمنتهك ومقتحم ومنقلب على جميع أطراف الحرية السياسية مع تلك الانتفاضة. الحديث عن انتفاضة قادمة يحتاج إلى هدوء وأيضا ثقة متبادلة بين الأطراف المنتصرة والأطراف التي ستقود سياسيا، يعني باعتبارنا لديها أهداف لإسقاط صنعاء. هذا أمر يحتاج إلى أولا تقييم الإخفاقات السابقة، ويحتاج إلى خطة عمل مشتركة لأي انتفاضة قادمة، خاصة أن انتفاضة علي عبد الله صالح الذي أودت بحياته وأيضا أسلمته للحوادث التي يقوم بتصفيته جسديا وسياسيا، أعقبه سلسلة من التصفيات
ربما أهمها تصفية شخصية المؤتمر الشعبي باعتباره المكون الرئيسي القادر على تحريك أمانة العاصمة كمسرح سياسي ومركز وهدف من هذا الصراع يعني الحرب التي نحن الجميع نخوضها في مواجهة المقربين. يعني الأمر الثاني أظن أن غياب انتفاضة أخرى ستطرح أسئلة بقيادة من بنوارد من والمؤتمر مشتت وأغلب القادة كانوا قبل الانتفاضة على عبد الرفاح لم يقفوا معه، وبالتالي إذا تكلمنا عن انتفاضة في صنعاء يعني نتكلم عن موارد بشرية، نتكلم عن موارد تنظيمية، نتكلم عن موارد مالية فعلية، نتكلم عن قدرة على حشد الناس إلى صنعاء. كل هذه الأمور ليست محط إجماع، لكن أعتقد تركيبة مدينة صنعاء باعتبار 80 إلى 85% من سكانها من خارجها تحتمل قيام انتفاضة، هوية الانتفاضة، رسالة الانتفاضة. في هذه الجزئية وأنت تتحدث عن طبيعة التركيب وطبيعة المجتمع في صنعاء والنسيج الاجتماعي في صنعاء، البعض قد يقول يا دكتور أنه بعد مرور 5 سنوات على وجود ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء بدأت الناس تتطبع وتتقبل وتتماهى مع هذه الميليشيات بحكم أنها سلطة أمر واقع، و يعني فشلت القوى السياسية في إيجاد مخرج لها أو الخلاص من هذه الميليشيات. أنا معك أن إحنا أمام حقيقة بسيطة جدا، اللي هي أننا إذا عاصمة تركيبات الاجتماعية متنوعة، وربما إذا تكلمنا مثلا عن مؤسسات أن أكثر من 40% من سكان صنعاء نيابيا، يعني وهذا امر يقتص الكره الى ثوريه مجلس النواب، انه من داعش ومن الخديده ومن اب، بمعنى انه يعني اذا استطيع مجلس النواب اذا اراد طبعا، واذا طبعا في ظروف طبيعيه وعلاقه طبيعيه ان يحرك القطاعات التي هي اصلا امتداد لصوته وايضا لارادته، كل قائمته الانتخابية هم الآن رهينة في يد الحوثي. الأمر الثاني أن الثورات دائما تحتاج إلى عنصرين أو ثلاثة من عناصر التأكيد وعناصر التحفيز. الأولى أن الحوثي هل يمتلك عمق مؤسسي في داخل الدولة أو يمتلك عمق شعبي مساند، يعني كلا الأمرين منعدم بالنسبة للحوثي، ليس فقط لأن كل القادمين كمشرفين وأيضا يتولون الإدارة من خارج صنعاء، بل هم جميعهم من نران أو من قبائل حول لبنان من الصعدة والمناطق التي أتوا باعتبارها أصبحت صنعاء غنيمة، أي أن الانقضاض على الوافدين إلى صنعاء من هذه الفئات الاجتماعية أمر ممكن. أن نسميها ثورة هذا أمر يحتاج إلى قيادة. الأمر الثاني يعني الوحدة السياسية لجميع القوى، لحد الآن الناس موحدين لأنهم ضد الحوثي، لكنهم غير موحدين ماذا بعد الحوثي؟ هذا سؤال مهم جدا. أي ثورة قد تقول لا نريد الحوثي، ولكن ما بعد الحوثي؟ من سيأتي؟ المستفيدين من الحرب سيأتوا ليديروا المرحلة من هذا الحرب. أليس هذا يعنى بالطرف الآخر دكتور أحمد بأنه يحصل توافق سياسي ما بين الأطراف المناوئة للحوثي بحيث تتضح الصورة أيضا للمواطن لما هي الدولة التي ستأتي ما بعد الحوثي؟ أنا أعتقد بأن نشوف العراق ولبنان هناك أمر جلي وواضح أن القوى السياسية جميعها اتحدت على أن تستقيل ضمنيا دون أن تقول أننا مستقلون، ولكن دفعت بجميع أفراد
أو عناصرها في المشهد السياسي لتدعم حاجات شعبية. نحن نريد أيضا في اليمن أن جميع القوى السياسية التي الآن تنخرط ولديها مؤسسات عسكرية وأمنية أن تنخرط في حراك شعبي داخل صنعاء إسقاطها سلميا، دون أن تشترط من الآن أنها ستملي نتائج هذه المواجهة باعتبارها طرف رابح أو طرف خاسر. هذا أمر في غاية الأهمية. هناك غياب لما يمكن أن نسميه وحدة الرؤية إلى المستقبل. الناس جميعا لديهم وحدة الرؤية إلى بغض وكراهية ورفض الحوثي، لكن في الثورات الشعبية السلمية هناك لابد أن يكون هدف ناعم وسلمي والجميع يتماهى في إطاره. أنا إذا سمحت لي حتى توحيد الخطاب، يعني هذا يساعد على أن توحد خطاب من سيثور في صنعاء، أن هناك دولة ضامنة اثنين في مستقبل أيضا يجعل منها عاصمة لكل اليمنيين، وأن ليس هناك حتى من الفئات الهاشمية التي سوف تنهزم، أن هناك عواقب محددة سوف ينجم عنها، أي تمنعهم من رد الفعل اللي هو انتحاري. نحتاج إلى إسقاط صنعاء، نحتاج إلى 2011 نابض، لا نحتاج إلى 2011 تفصيلا، لكن نحتاج إلى 2011 نابض. سأعود لك دكتور أحمد الصوفي، وسينضم إلينا مشاهدينا الكرام الدكتور شادي خصروف وكيل محافظة صنعاء. أهلا وسهلا بك دكتور شادي. أهلا وسهلا بكم. كما سمعت من الدكتور أحمد الصوفي نحتاج إلى 2011 ناضج، وتحدث معي عن النسيج الاجتماعي في صنعاء وطبيعة التركيبة السكانية في هذه المحافظة. دعني أسألك عن القبائل في صنعاء، يعني برأيك هل من المتوقع أن تقوم القبائل في صنعاء بمساندة أي ثورة شعبية، أما أن هناك من يقول أن القبائل قد ارتهنت بالأحرى لميليشيات الحوثي الانقلابية ولا مجال لأن تدعم أي ثورة مقبلة ضد هذه الميليشيات؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لك أخي الحبيب المناضل الإعلامي الرائع أكرم صالح، ولضيفك الكريم الأستاذ أحمد الصوفي وللمشاهدين جميعا. يا سيدي الفاضل، نحن عندما نتكلم عن ثورة شعبية فهي تحتاج لشروط معينة، وغالبا أنا أفهم في علم الاجتماع السياسي أن الثورات من الصعب أن تقوم في ظل الحروب، لما يكون هنالك حروب مشتعلة مباشرة أي تحرك شعبي يتم سحقه بالحديد والنار بسبب أنه هذه الظروف الاستثنائية تجعل من هذه، وخصوصا أن تتعامل مع عصابة ميليشياوية لا تتعامل كدولة أو بالحد الأدنى من التزامات الدولة. كان علي عبد الله صالح، نظام علي عبد الله صالح، على كل خلافاتنا السابقة معه، إلا أنه كان يتعامل بالحد الأدنى كدولة تلتزم بالمجتمع وتلتزم بالحد الأدنى الصورة ما يفترض أن يكون تكون عليه الدولة والمجتمع الدولي ولقواعد حقوق الإنسان. وكان هنالك التزامات للعالم يعني وتصرف على هذا الأساس، كان يناور، كان لديه مناورة، لكن في الأخير كان هنالك حد معين موجود. هؤلاء لا يمتلكون حتى هذا الحد، هم تنصلوا وتخففوا من كل المسؤوليات التي تقع على عاتق أي دولة تمتلك الحد الأدنى من الشرعية أو المشروعية. فبالتالي نحن نقول
أن الحديث عن ثورات في ظل هذه الظروف يظل أمية. نحن نتمنى ذلك أمنية. يعني هل برأيك أنه لم يعد هناك فرصة لأن تثور أو تنتفض صنعاء بعد مرور 5 سنوات على الحرب؟ الفرصة الرئيسية هي دعم الجيش الوطني لاستكمال عملية التحرير وتطهير المناطق المحتلة ودخول صنعاء. وحينما تقترب قوات الجيش الوطني من أي منطقة ستجد الترحيب وستجد من يلتف حولها. كان لنا في انتفاضة الثاني من ديسمبر دكتور شادي ولو قاطعتك، كان لنا في انتفاضة الثاني من ديسمبر رأينا الجموع من المواطنين خرجوا بطريقة عفوية، ويعني حدثت حالة إرباك كبيرة لميليشيات الحوثي الانقلابية ليس في صنعاء فقط بل في جميع المدن التي كانت تقبع تحت سيطرة هذه الميليشيات. هنا يأتي السؤال دكتور شادي، وماذا تمخض عنها؟ تمخض عنها مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واستخدمت ميليشيات الحوثي كامل قوتها في لإضعاف هذا الحراك الشعبي. لكن دعني أسألك سؤالي هنا. ولذلك يا أخي الحبيب أنا أكلمك أحدثك، أنا أصلا باحث وأكاديمي في علم السياسة، وأعرف كيف ما هي الميكانيزمات التي تتحرك من خلالها هذه الثورات. هي هذا علم اسمه علم الثورات. يعني أنت لا تستطيع يعني في حالة الحروب تكون قدرات الشارع على هي ممكن نتمنى، يعني لا نقول لا، نتمنى إذا في أي حد بعيد عن ثورة إذا في حد يخرج ممتاز، ولكن أنا أعرف أنها ستشحق شحقا بالحديد والماء إن خرجت. ويعني الأفضل هو أن نكرس جهودنا لا بس من الخطاب الإعلامي والتحفيز، ويعني هذا شيء جيد، ولكن أنت الآن دولة تمتلك جيش وطني وتمتلك يعني إمكانيات للحسم العسكري، فيعني الحديث عن المراهنة على العزل وعلى المدنيين أن يخرجوا ويثوروا وكذا، يعني اسمح لي يعني تنصل من المسؤولية الحقيقية التي تقع على عاتقنا كجهات رسمية وكجيش وطني. نعم. وكشرعية. ابقى معي دكتور شادي، سأعود للدكتور أحمد الصوفي. كما سمعت الدكتور أحمد الصوفي الدكتور شادي تحدث عن أنه في حال قامت أي انتفاضة ضد هذه الميليشيات ستسحق سحقا تاما، هناك تخوف من حجم السلاح الذي تمتلكه هذه الميليشيات الانقلابية، أيضا حجم التوحش الذي يمارسه الحوثي. هل يعني سيثني هذه المعطيات ولنا نماذج سابقة من حجم التوحش الذي مارسته الميليشيات الانقلابية ضد من انتفض عليها في الثاني من ديسمبر؟ أظن يعني خصوف ابن أحد أصدقائي العسكريين والذين أيضا انتفضوا في وجهنا نحن في 2011. هذا شادي، هذاك أبوه. هذا شادي خسروف. أنا بعرف هو أيضا إحنا هو يعلم عندما ذهب أنا وجار الله عمر لكي نتوسط له عند أحد دكاترة جامعة صنعاء زمان، أنا والشهيد جار الله عمر هذا ولدنا، ولكن أن ينظر الآن أن الحرب قدر وأن الدولة يجب أن تستخدم قوتها لإسقاط صنعاء، أظن أن في خلل في الرؤية ل2011 عندما ثاروا على علي عبد الله صالح وكأنهم ضمنوا أن علي عبد الله صالح لن يستخدم القوة الكاسحة، وهي ذات القوة الآن اللي يستخدمها الحوثي، أي أن القبائل نفسها التي وقفت في يعني مع الحوثي ضد علي عبد الله صالح هي ذاتها يفترض أن. وهل سيتعامل الحوثي بنفس التعامل المرن من قبل علي عبد الله صالح؟ علي عبد الله صالح رئيس وكانت دولة. اثنين، العمق المؤسسي والثقافة المؤسسية لدى علي عبد الله صالح أقوى وأرسخ مما لدى الحوثي، لكن نفس الخامة الاجتماعية التي كان يستخدمها علي عبد الله صالح هي التي انقضت على علي عبد الله صالح.
صنعاء مدينة يجب التعاطي معها بين قوسين أو بين هلالين باعتبارها معطى أو إحدى معطيات محيطها. إذا لم ترتب أمورك مع صنعاء اللي هي المحافظة الأخرى غير الأماكن العاصمة وبني مطر وبني الحارث وكذلك بني دهلول، كل هذا الطوق القبل الذي يتحول بين ليلة وضحاها بناء على الغنيمة إلى أداة إما الترسيخ سلطة كما تفضل شالي سلطة قهرية تستطيع أن تستولي على صنعاء سواء كانت من هو خارج القانون بدءا من أيام يعني كما يسموها عائلة خلف القادمة من العراق وأيضا تسم أيضا القادم من العراق استولى عليها دون أن تحرك يعني مجاميع الأبناء المحيطين في صنعاء ما يجعلها عاصمة جديرة باحترام أم تمثيلها لطبيعة المكون الاجتماعي الوطني. وبالتالي أنا في اعتقادي إسقاط صنعاء شيء وإسقاطها سلميا شيء آخر. إسقاط صنعاء هو قار لإرادة الأبناء الذين استولوا على مقوماتها وأيضا يهتمون بمحيطها الاجتماعي التي تجعل هنا يخطر في بالي سؤال دكتور، يعني في حال حصل ممكن أكمل تفضل. أنه رئيس الجمهورية مختطف، وظيفة القوات المسلحة في داخل صنعاء لأنها مكونة من هذا الطوق القبلي أيضا تختطف الشعار الجمهوري أو حتى الزي القبلي، حتى لو تلبست بملابس قبلية فهي تختطف حتى الروح القبلية. قبل 62 قامت قبيلة في خولان بارتداء زي حاشدي ويعني عملت زامل ومرت من شارع الشرار اللي هو شارع التحرير، وأدى هذا الأمر إلى قتل الإمام أحمد، أي أن تمثيلية صغيرة في داخل صنعاء قد تؤدي إلى تغيير معطى كبير. لكن صنعاء بحد ذاتها لا تعود عاصمة، لا تعود مكان صالح لإقامة مؤسسات استراتيجية تصنيعا واجتماعا، وإلا الآن أعتقد 1.5 مليون من أبناء تعز وإب موجودين في داخل صنعاء وجميعهم مختطفين. وبالتالي لا نستطيع أن نتكلم كما قال شادي عن وجود مواطنة داخل صنعاء. الشيء الثاني، هناك أيضا تجار حرب مستفيدين من هذه الحرب، وهذه الحرب عطلت حواسها الخمس وبالتالي لا تعرف كيف تهجم وكيف تدافع وبالتالي كيف تتمدد. يعني نحن نعيش حالة يعني استثنائية في ثقافة الحروب جميعها، ولا نستطيع أن نتكلم عن ثورة في صنعاء ونحن في جبهات القتال الطبيعية وأيضا في أساليب القتال المتنوعة مش قادرين نستخدم أي حد أدنى من هذا التنوع. المزاج الشعبي لدينا دولة كاملة. أنا أتمنى لكل وكلاء محافظة صنعاء أن يجتمعوا اجتماع واحد فقط لا غير، والله إنهم سيجدوا طريقة لتدمير مكون الحوثي اللي جاي من مران. أنا لا أعتقد أن صنعاء فيها 1% على الحوثي، لكن أنا أستغرب أن هذه السلطة الافتراضية مع الأخ عبد القوي يعني الشريف والولد الحبوب شادي أنه مش قادرين يجتمعوا ويتكلموا عن المحيط. كيف يمكن أن نسقط محيط والدولة المحيط هي خارج المحيط؟ أعود بهذا التساؤل للدكتور شادي خاسروف، كيف يمكن أن نسقط محيط والدولة التي يعني معنية بالأمر خارج إطار المحيط هذا؟ يا أخي الفاضل، أنا يعني مع كل التقدير والاحترام والإجلال للأستاذ القدير أحمد الصوفي ولكم جميعا، هنالك أمور من الصعب جدا التحدث عنها في الإعلام، ولكن خلونا نتكلم عن أمور عامة. أنت عندما تتكلم عن علي عبد الله صالح أو محيط قبلي سلم أو محيط قبلي كذا،
أنت تتكلم عن دولة أساسا بالأساس، يعني إمكانيات معسكرات فتحت وسلمت، وبالتالي أنت كيف تفتح المعسكرات وتسلم معسكرات وتسلم سلاح وكذا، ثم تأتي لتريد أن تنتفض وتلوم القبائل، القبائل الذين كانوا معك. أنت فرت أولا في معسكراتك، فرت في معسكرات ودخلت الحوثي، وبعدين فرت في القبائل وفتحت لهم للحوثيين أبواب القبائل. كانت هنالك قبائل، يعني أنا أعرف مناطق كانت محصنة حصون، لا يستطيع أي حوثي يدخل ولا يتجرأ أي حوثي أن يعني يرفع رأسه فيها. قال لهم علي عبد الله صالح الله يرحمه، قال لهم افتحوا لهم. طيب دكتور شادي، نحن نتحدث عن معطيات دخلوا دواوينهم ودخلوهم يحاضروا أبنائهم وكذا. في لحظة الصفر لما قالوا من سحب، في مشايخ ما عاد استطاع شيء يسحب أولاده اللي دخلهم برضا وقصده إنه بتكتك وإنه تمثيل وإنه يعني ما عاد استطاع شيء. يعني أنت بتتكلم على جماعة عقائدية توصل بتحاضر الناس بتشترك معاهم بتصل معاهم بتعملهم غسيل دماغ على أبنائهم. الفكرة الآن أنا أقول لك وأنا أعرف تماما أن المحيط، محيط صنعاء تمام، قابل مباشرة لو شعر بأنه هنالك جدية للتحرك، تحرك الجيش الوطني وتحرير المناطق، سيقف مباشرة مع الدولة. يعني هنا يأتيني سؤال أيضا دكتور شادي، الناس وصلوا إلى درجة كبيرة من الحنك من الحوثي ومن سطوة الحوثي ومن يعني فساد الحوثي ومن إجرام الحوثي، ولكن يعني هو يعلم تماما أنه لو تحرك تمام حركة غير مسنودة سيتم تفجير وسيتم تخريب أرضه وسيتم. طيب يعني دكتور شادي، في حال قيام أي انتفاضة شعبية من النسيج الاجتماعي الذي هو 80% من سكان صنعاء هم من خارج صنعاء من محافظات أخرى، في حال حصلت انتفاضة شعبية، في صف من ستقف القبائل في ظل المعطيات الحالية؟ القبائل لن تقف إلا مع الجيش الوطني. أنا أقول لك الكلام واضح لا لبس فيه ولا غموض، القبائل لن تقف إلا مع القوة التي ستدخل صنعاء. هناك من يقول أن القبائل في صنعاء يعني مرتهنة للأقوى، غالبا ما تكون مرتهنة للأقوى. أنا أقول لك لن تقف إلا مع تقف مع الشباب اللي بصدور عارية، ولا مع هذا الكلام خارج السياق. وأستاذ أحمد أنا متأكد أنه يعرف ما أقول تماما ويدرك، هو بحسه الصحفي وعقله السياسي يدرك ما أقول ليس، وهذا الكلام ليس فقط لو كانت العاصمة في تعز لكان نفس القرار، ولو كانت العاصمة في عدن لكان نفس الموضوع. ولو كان أنت لا تستطيع أن تتعامل مع سلطة جبرية ساحقة متحللة من كل القيم ومن كل الأخلاق ومتخففة من كل الأعراف والقوانين الدولية ومتخففة، بل أنها مدعومة ربما من منظومة حقوق الإنسان الدولية التي أصبحت تقوم بدور مشبوه للأمانة، يعني تغطية جرائمهم، هم يعملون الجرائم ولا أحد يتكلم عنه. الآخرين أبسط انتهاك يتم الكلام عنه ويتم تكبيره وتضخيمه تمام. نحن معركتنا معركة، يعني معركة ليست فقط الذي يظن أن معركتنا فقط مع الحوثي هو واهم. دكتور شادي خسروف وكيل محافظة صنعاء، شكرا جزيلا لك. أعود لك دكتور أحمد الصوفي، كما استمعنا من الدكتور شادي هنا يأتي السؤال، هناك نوعا ما خلافات في إطار النخب السياسية والأحزاب السياسية. مؤخرا دكتور أحمد هناك دعوات شاهدناها في وسائل التواصل الاجتماعي لتوحيد الصف الجمهوري، ما هي العوائق أمام توحيد الصف الجمهوري حاليا؟ في البداية أقول لك إنه كلام شادي ممتاز، لكن هو لا يميز بين توحيد خطاب سياسي في تلفزيون في قناتكم وبين توحيد الفعل العسكري والفعل السياسي في الشارع، ليس فقط في الجبهات وإنما حتى في مواجهة ما يمكن نسميه هدف إسقاط عاصمة يبدو أنه لا ينتمي سياسيا للأطر التي يفترض هي الفاعلة الآن في المشهد العسكري والمشهد السياسي. وبالتالي
يعني الكلام ليس دقيق مع كل الاحترام. الأمر الثاني، هناك تابو يسمى المؤتمر الشعبي صاحب الأغلبية الشعبية الكبيرة، وأيضا التجمع اليمني للإصلاح، الذي لهم تاريخ من الصراعات ولهم تاريخ من الوئامات، الوئام داخل السلطة والصراع على السلطة. ما لم نعالج هذا الإشكال بطريقة حضارية تتجاوز الماضي وأيضا تنسق الجهد الآن ميدانيا وأيضا تستحدث ما يمكن أن نسميه قيادة ملتزمة إخلاقيا بالمصلحة الشعبية، أي بمصلحة التغيير الشامل، أي تغييرنا نحن، تغيير كل الأسماء، تغيير كل الأفكار، تغيير كل البرامج. ما لم نقم بهذا الأمر صنعاء لم تسقط. الأمر الثاني وهذا مهم، علينا أن نقوم باستحداث ما يمكن أن نسميه كمؤتمر النموذج الوطني للمناطق المحررة. ما لم نبني عاصمة كبيرة بالاحترام حتى وإن كانت مؤقتة، ولكنها تستطيع أن تكون حاضنة للوجود الوطني وللتطلع الوطني وللأحلام الوطنية، لن نستطيع إسقاط صنعاء. الأمر الثالث والمهم في اعتقادي أنه آليات التعاون الحزبي الآن الموجودة في الرياض والموجودة في صنعاء والموجودة في عدن والموجودة في كل العواصم، هذه تعاني من عوائق أو هي أصلا كفيحة، إما يعني نقص فيتامين دال عندها أو عندها ضمور في الرؤية، ما لم الناس يتفقوا حول من أجل ماذا نقاتل. نحن نختلف مع الحوثي 100%، لكن هل نتفق من أجل المستقبل 100%؟ هذا المستقبل المنعدم الذي بلا رؤية بلا حواس خمس هو الذي يعيق أي تحرير، سواء الاستفادة من المناطق المحررة أو هزيمة العدو المشترك. طيب وبالتالي أنا نعم دكتور، هناك انتفاضة حاليا نشاهد، ثورة بالأحرى في العراق، هناك ثورة أيضا في لبنان، هناك ثورة أيضا في إيران نفسها ضد الكهنوت الإيراني وتصدير هذا الفكر لهذه الدول. ما أثر هذه الانتفاضات على بلادنا وتحديدا على العاصمة صنعاء والمناطق التي تحت سيطرة الانقلابيين؟ أتوقع أن صنعاء وتعز وعدن أن تشهد ثورات إلى أن يعني حين تتحلل الموارد التي تستخدم العصابات في تمرير أجندتها. أنت تعلم بأنه لدينا مكونات ذات عسكرية وسياسية، وبدل يعني يحتفى بتوقيع اتفاقيات معها في عواصم دول أخرى، لكن ميدانيا هي ترتهن بوجودها لموارد غير اليمنية سواء في صنعاء أو أتكلم في عدن. هذا الأمر إلى أن يضمر إلى أن تكف هذه الموارد ستكون هناك ثورة في عدن. لا تحتاج ثورة إلى برنامج سياسي، يكفي أن الحر هو برنامج سياسي، يكفي أن الفوضى بحد ذاتها والتخلص منها برنامج سياسي، يكفي أن ثقافة أبناء عدن وأيضا مكوناتها التاريخية ستكون برنامج سياسي. صنعاء تستطيع أن تنتفض خلال 24 ساعة وتكنس كل الحوثيين القادمين من مران ومن غيرها، وتجعلهم يذهبون إلى جحورهم في ضواحي صنعاء سواء في بني مطر أو في بني الحارث أو في أيضا مناطق في بني بهلول، يعني يعود إلى الأبناء. إذا 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 رابط وطني تلبس قيم ثورة 26 سبتمبر وقرر التقدم إلى الأمام لكي يستعيد حاضرة الثورة، حاضرة سبتمبر، حاضرة العصر هي صنعاء. أما إذا قام بثورة من أجل القبائل فستكون زي ثورة سبتمبر، ستكون معنا يعني علم ونشيد وليست لدينا قيم الثورة. لبنان ظرفها جميل، يعني الارتهان لحزب الله وحركة أمل للثورة عليه كان أرضية، بالإضافة إلى ثقافة لبنان
صنعاء هي نفس الحالة مرتهنة لحركة أنصار الله، وأيضا عصبة القبائل الذين يؤازرونهم، وبالتالي كان بحاجة إلى حركة بدنية. لكن غياب العمق الدولة وغياب أيضا الرقابة الدولية لتضحيات محتملة يجعل الثورة على هؤلاء أمر خارج ال في العراق. النجف يثور على قم، الصدر أصلا يثور على الهيمنة الإيرانية، وبالتالي روح الفداء الشيعي في صراعه مع البعد الشيعي عندما يتغلف ببعد وطني يعطي لك هذا اللون الجميل من التضحيات والجمال في المقاومة والمواجهة. نحن نتكلم على صنعاء، صنعاء محافظة يعني ينتمي لأقوى المحافظات اللي خولها أقوى القبائل طبعا. يعني وأنا أعلم أن خولان وحدها إذا شعرت أن إسقاط صنعاء محتمل من هندسة اجتماعية وتخطيط قد لا يستدعي الخروج الجماهيري البطولي كما يحدث في لبنان والعراق أمر محتمل. لكن هذه الثورة هل تنتمي لعدن؟ هل تنتمي لشبوة؟ هل تنتمي لسقطرة؟ يعني القبائل، المشكلة أن قبائل المحيط تحدد الثورات التي تعود إليها جميع العائدات ليس إلا اليمن كله. دكتور أحمد الصوفي سكرتير الرئيس السابق علي عبد الله صالح، شكرا جزيلا لك. وسينضم إلي الدكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام، أهلا وسهلا بك دكتور فيصل. دكتور فيصل أنت معي على الهواء مباشرة، أهلا وسهلا بك. حياك دكتور فيصل. استمعنا من الدكتور أحمد الصوفي عن طبيعة النسيج الاجتماعي في صنعاء والتركيبة السكانية في صنعاء، ويعني هنا يأتي السؤال بعد 5 سنوات من هذه الحرب التي تخوضها ويخوضها الجيش الوطني والمقاومة والدولة نفسها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، هل لا زال هناك فرصة لانتفاضة شعبية في صنعاء تتماهى مع تلك الانتفاضة التي كانت في 2 ديسمبر منذ عامين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتفق مع زميلي الدكتور أحمد الصوفي فيما يتعلق بنظرك هذه القبائل للدولة إيش وظيفتها. فهم يريدون دولة على مقاس مصالحهم بغض النظر عن ملامح هذه الدولة، عن هويتها، عن أجندتها، يعني عن خططها المستقبلية. ولهذا وهل يجدون مصالحهم مع ميليشيات الحوثي الانقلابية حاليا في ظل المعطيات الحالية؟ هم يجترون إرثا تاريخيا بأنهم كانوا عبر التاريخ عقفة مع هذه الميليشيات، وبالتالي مصالح. لكن في الطرف الآخر هم أول من ثار على هذه على الإمامة في اليمن، كانت بدعم وإسناد من القبائل أيضا. القبائل لا، كانت قبائل خولان بالذات كانت ضد ثورة 26 سبتمبر وظلت تقاوم. نتكلم بعمومية ليس قبيلة بحد ذاتها. آخر لحظة شوف يعني احنا نتكلم يعني الحديث عن قبائل الطوق حاشد كانت مع الجمهورية طبعا وقدمت تضحيات ولا ينكر دورها في هذا الجانب، بينما بكيل كانت طبعا مع الإمام وعودة الإمام. لكن أنا أقول أنه الانتفاضة الشعبية لها شروط. أنا التقيت بأشخاص من خولان وكانوا يقولوا إذا فتح الطريق بين مارب وخولان فإنهم سينتفضون وسيطهرون صنعاء، على أساس أن الانتفاضة في ظل حصار، يعني أنك طريق مارب مقطوع ما تقدر توصل إليه، لا تسعف جريح ولا يوصلك مدد ولا شيء من هذا القبيل، وفي مواجهتك صنعاء أيضا في تحت سلطة الحوثيين. هذه بعض حسابات الإخوة في منطقة خولان الذين نثق بوعيهم ووطنيتهم وتلاحمهم مع بقية ابناء الشعب في رفض المشروع الحوثي. الانتفاضة 2 ديسمبر طبعا هي ارتبطت لأنه الولاء المؤتمر الشعبي العام للأسف الشديد، وهذه ليست حالة خاصة بالمؤتمر الشعبي بقدر ما هي حالة خاصة بأي قائد سياسي أو زعيم يشكل حزب وهو في السلطة. الناس ينتمون إلى الشخص وإلى السلطة وليس إلى الفكرة. فكان علي عبد الله صالح أولا قد وصل
إلى مرحلة التماهي في التحالف مع الحوثيين، وعندما قرر فض هذا التحالف كانت هناك استجابة سريعة من قبل أعضاء المؤتمر الشعبي العام، لكن بغياب القائد الرمز يعني لم تتبلور قيادة أخرى. هنا السؤال، يعني ما هي فرص أن تقوم كوادر المؤتمر الشعبي العام وهو أكبر الأحزاب اليمنية بالانتفاض على هذه الميليشيات بدل أن يكونوا حلفاء لها؟ هو هنا السؤال، يعني المؤتمر الآن مشتت للأسف الشديد كما قلت، لأنه كان ينتمي إلى الشخص وإلى السلطة وليس إلى الفكرة، يعني الفكرة سواء كانت إيديولوجية أو حتى برنامج سياسي ممكن يوحد الناس في إطار كيان سياسي معين. لكن الآن الجهود تبذل لمسألة أولا ملامات المؤتمر، ثم المنادى بالمصارعة بين المؤتمر والإصلاح باعتبارهما من أقوى الأحزاب أو الأطراف الحياة. ما هي العوائق أمام هذه المصالحة؟ العوائق أولا المصالح المتباينة، يعني كما قلت ما في انتماء لفكرة معينة تخلي الناس يلتفون حولها، هي عبارة عن انتماء لمصالح، والمصالح أصبحت متباينة. يعني هناك من لا زال يحلم بعودة أحمد علي عبد الله صالح، بينما الرجل لم يقدم خطوة واحدة في اتجاه حرصه على عودته إلى الحياة السياسية، وهناك من يدورون في فلك يعني الحوثيين، وهناك الفريق الذي مع الشرعية، هذا فيما يتعلق بالمؤتمر. فيما يتعلق طبعا بالإصلاح هو بحاجة إلى المصارحة والمكاشفة. إيش السبب؟ اختلفوا وهم كانوا حلفاء طولة مرحلة علي عبد الله صالح، كان الإصلاح أو الإخوان المسلمين بالأصح كانوا في السلطة مع الرئيس علي عبد الله صالح، والشيخ عبد الله الأحمر كان الرجل الثاني في اليمن، يعني إذا أردنا أن نأخذ السلطة التشريعية على أنها هي السلطة الثانية في الجمهورية. فلا بد أن يكاشفوا أنفسهم ماذا يريدون، يعني ماذا يريد كل طرف من الآخر إلى أن يريدوا أن يوصلوا. يعني لكن إن شاء الله المبشرات من الواقع الشعبي أو من المناطق التي فيها الحوثي تبشر أن التذمر الناس وصل إلى مدى ولم يعد هناك مزيد من الطاقة على الصبر، لكن في انتظار أن تلملم الشرعية، أن تعيد ترتيب البيت الداخل، أن يتم تنفيذ اتفاق الرياض وتهدأ، يعني تستقر المحافظات المحررة، ثم يعني الانتفاضة ستكون قريبة إن شاء الله تعالى. دكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام، شكرا جزيلا لك. أعود ينضم إلي مشاهدينا الكرام الأستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد السلام. أهلا وسهلا بكم وبضيوفكم الكرام وكل المشاهدين. نتحدث اليوم أستاذ عبد السلام عن يعني كما تحدث الدكتور فيصل العواضي عن المزاج الشعبي في صنعاء الذي قد يتأثر بالأحداث والانتفاضة التي هي في بغداد وأيضا في لبنان وأيضا الثورة التي في إيران ضد الكهنوت الإيراني. ما هي فرص أن تقوم انتفاضة قادمة في صنعاء تجتث هذه الميليشيات؟ طبعا بالنسبة لإيران وميليشياتها في المنطقة أعتقد أن الوضع تغير كبير جدا، باتجاه أن الشعوب العربية أصبحت تفهم إيران على أنها إمبراطورية احتلال ولديها أهداف استراتيجية خاصة بها، ليس لها علاقة لا بالشعوب وعلى الأخص الفئات المذهبية والطائفية التي كانت تعتقد أن إيران ألهمتها الثورات التي فكرت القيام بها، مع تحفظ هنا على موضوع الحالة الثورية الإيرانية، لأنها هي حالة عنف مسلح ضد كثير من الأنظمة التي حاولت إسقاطها، وبخلاف الثورات السلمية التي كانت خرجت من قبل الشارع وكانت طالب بإصلاحات سياسية أو طالب بتغيير الأنظمة لكن بدون العنف والسلاح. وبالنسبة لموضوع الانتفاضة في صنعاء، طبعا هذه الشعوب اليمنيين بشكل عام يعني في صنعاء وغير صنعاء أصبحوا مدركين للحظة الضعف والانهيار التي تمر بها إيران وميليشياتها في المنطقة، لكن للأسف لا يوجد قوة أو قائد يعني يستطيع أن يوحدهم حقيقة، ولا هدف واضح جدا للجميع، ولا قوة تحدد مسارهم. وهنا الخلاف يعني في أغلبه
يأتي من منابع المخاوف التي تجتاح دائما كثير من الأنظمة السياسية والأحزاب التابعة لها التي كانت تميل للبقاء في السلطة أو لتوريث السلطة. أنا هنا أيضا أذكر أن الانتفاضة التي شهدت العاصمة صنعاء 2 ديسمبر من قبل يعني أتباع صالح كانت يعني لديها فجوات كثيرة لم تحقق ما هي هذه الفجوات؟ مثلا القيادة الموحدة، الهدف الموحد، أيضا الجانب الاستعداد المعنوي، وأيضا الترتيب الدعم اللوجستي، كل هذه كانت هناك اختلالات كثيرة. فمثلا أنت خلال سنتين تدفع بأتباعك لدعم هذه الميليشيات ومن ثم فجأة تقاتلهم، هذا صعب جدا، يحتاج الوقت سنوات حتى تستطيع أن تعيدهم إلى المسار الصحيح. إلى جانب أيضا الدعم اللوجستي لم يكن مرتب، وأيضا لا يوجد هدف كان واضح، كان الهدف أصبح تحول اقتصر على موضوع أولا المعسكرات التابعة ومن ثم المنطقة وهي منطقة حدة التي كان فيها، وبعدها أصبح أقل وهو البيت الذي كان وجود فيه الرئيس السابق عبد الله صالح. هذا كلها عمل انهيار سريع جدا لحالة الانتفاضة، وكان يمكن أن تكون حالة ثورية لو كان الأمر تعلق بجانب وطني أوسع، وأيضا استطاعت أن تجمع حلفائها وخصومها في آن واحد في جميع المحافظات لتخرج بسياق واحد. لكن للأسف أيضا لا تنسى أن حالة التفتيت داخل المشهد السياسي اليمني وصلت إلى الذروة، والآن استطيع القول، أنا أقول الآن يعني بعد 5 سنوات من حالة الضعف والعجز والتفكك لليمنيين وتشردهم، لا زالت النخبة السياسية الفاسدة التي كانت جزءا من السلطة في الفترة الماضية لا زالت تتقاتل وتتصارع، وتعتقد أن كل فئة من الفئات المنافسة لها هي التي ستحقق أو ستصل السلطة قبلها. في هذا الصدد هناك دعوات لتوحيد الصف الجمهوري، برأيك يعني ما هي العوائق التي ستكون أمام تنفيذ أو عودة جميع النخب السياسية والمنظومات السياسية جماعة تتوحد في إطار مربع وطني واحد؟ لابد من وضع أهداف عامة واضحة جدا في إطار أي تحالف مستقبلي، لأنه حقيقة الدعوات لموضوع الصف الجمهوري بدون تحديد مسار سياسي واضح وأهداف واضحة غير مجدية أبدا، لأنك ستصل نصف الطريق وستجد خيانات وتفكيك من جديد. المسار الحقيقي والواضح جدا أن نبدأ الدفاع أولا عن الجمهورية كجمهورية، يعني كانت هدف من أهداف اليمنيين وحلم تحقق ويجب الحفاظ عليه. الجانب الثاني الديمقراطية، لا لتوريث المشاريع السياسية ولا توريث السلطة الحاكمة ولا القبول بسلالة معينة اللي تحكم اليمنيين، هذه واحدة من الأشياء. لكن ما نحن نرى حتى جزء من الذي ينادون أيضا بالسعادة الصف الجمهوري يصل عند هذه النقطة وينسى ويقول يجب أن نتناسب ماضي ويجب أن يكون جزءا منه العائلة والسلالة جزءا من الحكم القادم. لا أبدا، يجب أن تكون العائلة جزءا من اليمنيين وليس جزءا من الحكم، جزءا من اليمنيين، تشارك اليمنيين معاناتهم وتشارك اليمنيين أحلامهم، لكن أن نعيد العائلة ونعيد السلالة للدولة وللسلطة وننسى كل الصراعات التي حصلت وكل الدماء التي مرت خلال الفترة الماضية، هذا أمر صعب جدا وستتفكك هذه إذا لم تكن هناك أهداف قوية. الجانب الأهم، كل من ارتكب جريمة بحق الدولة، خلينا من الحقوق الشخصية وخلينا من الحقوق السياسية وخلينا من الحقوق حتى الجنائية التي يمكن للمحاكم أن تبت فيها، هناك جريمة الموضوع الانقلاب. صح هناك مشاركة، في مشاركة مباشرة ومشاركة غير مباشرة، في مشاركة بالتقصير وبالسوء الإدارة وفي مشاركة مباشرة بالتجنيد والتجييش لقلب الدولة. هؤلاء يجب أن لا يكون جزء من الدولة خلال على الأقل خلال الفترة القادمة حتى تتم مصالحة وتتم هناك إجراءات العدالة الانتقالية.
هذه إجراءات العدالة الانتقالية هي التي تتيح لهم العودة إلى العمل السياسي أو لا. أختم معك بهذا السؤال. عفوا، هناك ضغوط أممية، هناك ضغوط من المجتمع الدولي، وهناك أيضا رغبة من التحالف وشرعية بالوصول إلى حل سلمي لهذه الحرب التي تدخل عامها الخامس على التوالي. برأيك في حال التوافق السلمي مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، ما أثر هذا على مستقبل اليمن، وكيف سيكون طبيعة هذا التوافق مع هذه الميليشيات؟ أولا وقبل كل شيء يجب أن نفهم أن الحل السياسي والسلمي مع الحوثيين وهم، وهذا الوهم يمكن أن يكون لمدة ساعة، ويمكن أن يكون لمدة ساعة، ويمكن أن يكون لمدة 10 سنوات. وهم، لأن الحركة الحوثية هي حركة مسلحة ولديها أهداف، ليست أهداف محلية يمنية فقط، بل أهداف إقليمية ودولية. لديها هدف السيطرة على باب المندب، لديها هدف السيطرة على المقدسات الإسلامية في المنطقة، ولديها حتى هدف يعني في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على مستوى عالمي. ونحن نعرف إيران لديها هدف إمبراطوري، وهذه الميليشيات هي تستخدمها استخدام جزئي من كأذرع من أجل تحقيق أهدافها، ولن تقبل إيران بأي عمل سياسي أو سلام أو اتفاق داخل اليمن إذا بقيت إيران محاصرة وبقي نفطها بدون تصدير، ولذلك هي لن تقبل بذلك. ولكن هي تحتاج لهدنة، الحوثيون محتاجون لهدنة لأن وضعهم مستنزف، ووضعهم العسكري المالي الاقتصادي كله يحتاج لهدنة، ويحتاج لإعادة بناء لقواتهم، خاصة أن هناك أكثر من 30,000 متدرب منهم عقائديا أصبحوا في عداد القتلى، وهم الآن يقاتلون بجيوش شعبية ليس لها عقيدة ولا إيديولوجيا، بل بالجانب طيب مالي. أستاذ عبد السلام، يعني هذه ما مستقبل، هل ممكن على المدى القريب بغض النظر عن المعطيات التي تحدثت عنها وأنها ميليشيات لا تعرف إلا لغة السلاح ولا تؤمن بالسلام، هل هناك فرصة لأن مثلا توقع الحكومة الشرعية اتفاق مع ميليشيات الحوثي الانقلابية كنفس الاتفاق الذي كان مع المجلس الانتقالي اتفاق الرياض؟ داني أقول لك، الاتفاق قبل اتفاق الرياض كان اتفاق ستوكهولم، واتفاق ستوكهولم كان مليء بالفجوات القانونية ومليء بكل المشاكل. ماذا حقق؟ حقق حالة حرب، لا حرب ولا سلم داخل الحديدة، بل مجاعة وأمراض وأوبئة وقتل بشكل يومي وحالة فوضى. نفس الطريقة هو الذي يحصل الآن مع اتفاق الرياض، مع احترامي، مليء بالفجوات، لن يتحقق منه شيئا وسينهار، ومثله أي اتفاق آخر. مثل هذه الجماعات المسلحة ما لم تخضع للدولة كدولة، وهذه الدولة بالإمكان التفاوض حولها، يعني إذا أرادوا أن ترك السلاح بالإمكان التفاوض حولها، لكنهم لا يريدون أساسا دولة، لأن الدولة ستغيب الميليشيات وأهدافها. إذا جاءت الدولة في صنعاء حتى ولو بنسبة 1% ستذوب الميليشيات تحتها. إذا ارتبطت هذه الميليشيات ماليا وإداريا بالقوات تابعة وزارة الدفاع والداخلية، نفس الطريقة الذي يحصل في عدن، ولذلك ستعمل الميليشيات على الأرض إلى عدم الوصول أو تحقيق مثل هذه الاتفاقيات إطلاقا. نعم، أستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام. وصلنا لنهاية حلقة هذا الأسبوع من بعد الحدث، موعدنا الأسبوع القادم وحلقة جديدة إن شاء الله.